لسه مكملين معاكم تسمعونا على راديو 99. مين عطا ورا سماحه وجي معايا فقره من الفقرات اللي انا بحبها الحقيقه، حكايه غنوه، حكايه اغنيه. معانا النهارده بقى ايه؟ مين معانا النهارده؟ اخونا أوي وحبيبنا ونجم كبير جدا. معانا النهارده نجم مميز، ملحن مكل في الحانه، بس الحانه كلها علامات، يعني كله بيصيب ما شاء الله. يعني عازف جيتار من العيار التقيل، وبيمتعنا الحقيقه بصلوهاته في معظم الاغاني الحلوه اللي احنا بنحبها وبنسمعها. هنسمع منه كواليس معظم اغانيه، ولكن هنفوكس شويه على دويتو مهم جدا بين الكينج والهضبة وعمرو دياب القاهره ونيلها. معانا الملحن الجميل احمد حسين. مساء الخير يا استاذ احمد. هلا والله. هلا والله. هلا يا عم، ده تقديم وعمال اقول معانا الاستاذ احمد من الامارات الشقيقه. الامارات بحبش انا الاحترام الزايد. لا لا لا، انت كده ليك كل الاحترام يا حبيبي. عامل ايه حبيبي؟ عامل ايه؟ انا عايز تعالي صوت شويه بس، مش مستمعينك قوي. طب استنى لحظه واحده. ماشي، ممكن نوطي لحظه؟ وطي يا باشا براحتك واعمل اللي انت عايزه. قولي كده احلى. جميل، فل قوي، فل جميل. عامل ايه يا ابو حميد؟ انت وحشني ورانا وحشاني. وحشتنا قوي والله. والله العظيم انت وحشني جدا. وانت كمان يا ابو حميد. عاملين ايه؟ الحمد لله، كله حلو الحمد لله. النهارده اخترنا يكون معانا في الحلقه، وطبعا ده شرف لينا، وعايزين بقى نتكلم على شرف ليا. ربنا ايه؟ والله الشرف ليا. لا لا، قولها تاني زي ما قلتها كده. حبيبي الشرف ليا. انا قلت انا سمعت غلط او الشبكه هيست. والله عرفت مين؟ حبيبي احمد، حبيبي. طيب طيب احنا عادي، بقول لك حبيبي يا احمد. طيب النهارده احنا عايزين نتكلم على ايه؟ انا كل اغانيك، كل كواليس، كل اغانيك، بس عايزين نتكلم على اغنيه مميزه جدا، القاهره. القاهره ونيلها. القاهره ونيلها. والله كانت فكيره صغيره كده بيني وبين الشاعر صديق تامر حسين. طبعا. حتى لما اتعمل الجزء اللي هو السيني، اللي هو الجزء بتاع الكورس، اللي هو القاهره ونيل وطول بس ويعني وعملنا الجزء ده بس كده، وقلنا نعرضه ايه على هضبة، يعني ايه كفكره. يعني اول كلام اتحط على اللحن ده يا احمد كان القاهره ونيلها، ولا كان في حاجه ثانيه؟ لا، هي معموله كده القاهره. تمام. اللي فاجئني يعني من لقيت الهضبه يعني اعجب قوي بالموضوع، واه حلو قوي وكده، وقال لي تامر حتى خلي احمد يلا يكمل اللحن وكده. فالكلام ده كان بالليل بيني وبينك، وانا كان عندي شغل، فرجعت متاخر، فتامر كان قايل لي اول ما ترجع ايه اعمل اللحن وكمله يعني وبتاع. صحيت تاني يوم اصلا لقيت الهضبه من كتر حماسه وخلص الاغنيه اصلا، هو عمل الدخول بقى بجد، هو كانها بنت جميل. اوكي. تمام. فقال لي الهضبه لحن الدخول خلاص. قلت له طب يلا يا عم، يلا بينا، ده حاجه حلوه ايه. الله على الفكره وجمالها. وكملت الاغنيه وقعدنا شويه خلاص، يعني الاغنيه كامله كده دخول وتاني وخلاص. وبعدين فجاه لقينا الهضبه بيكلمنا، تعالوا. رحنا عند صديقي واخويا سامر هندي. لقينا بقى الهضبه موجود ومحمد منير موجود وبيتفقوا على الموضوع وكده، وكانت مفاجاه لينا كلنا اصلا. طبعا. وما كنتش مستوعب بصراحه، يعني اصل اول اغنيه يجتمع فيها الهضبه والكينج، فاهم؟ طبعا. حاجه جميله. وكمان عرفت انها هتتصور وكده. فانا والله يعني عايز اقول لك دي حاجه من الحاجات يعني اللي انا بعتز بيها جدا، ان انا يعني اسمي محطوط في عمل بيجمع بين حرمين بالشكل ده. طبعا يعني. صح. طبعا. تاريخ الاغنيه دي، اغنيه للتاريخ. بس واتصورت الاغنيه وسجلت ويا رب تكون عجبتكم. جدا جدا جدا. قول لنا طيب، قول لنا ايه اكتر لحن مميز بالنسبه لك؟ بتقول اللحن ده انا بحبه. اللحن ده بتاعي انا بحبه. والله العظيم يا مينا السؤال ده يعني انت مش متخيل، هو اصعب اصعب يعني، فاهم؟ من منهج يعني انا مذيع قوي كده؟ لا والله العظيم ده سؤال، هو فعلا سؤال صعب جدا، لان كل اغنيه بيبقى ليها الحاله بتاعتها، وكل اغنيه بيبقى يعني بتطلع زي ما بيقولوا بقرفتها يعني. بس اكيد انت في حاجه بنتك كده او ابنك اللحن ده ابني. هقول لك حاجه، لا هو طبعا في نقطه تحول، يعني في الحاجات اللي بتبقى انت بتحبها، وفي الحاجات اللي هي اصلا تتوش مثلا خير عليك. صح. زي ايه بقى؟ عملت لك بوش طبعا، خلينا لوحدينا، عملت لي بوش بنت لذينة، خلتني انا نفسي اصلا بقيت عاجز حتى ان انا يا جماعه عايز اقدم حاجات بنفس القوه دي، فاهم؟ صح. كلمنا شويه عن خلينا لوحدينا كده.
خلينا لوحدينا هي أغنية كانت معمولة فيرست دان، كانت هادية تمام، واتعرض على كذا حد وكده، يعني فكرنا بكذا حد وكده، وبعدين فجأة جات لنا فكرة إن إحنا نقلبها هاوس تمام. وحصل إن الهضبة اسمها هاوس. الهضبة إيه؟ اسمها نحن وهي هاوس. وهي هاوس؟ يعني هي كان اصلا كان الهضبة بيتكلم مع تامر حسين في مزيكا وكده وبتاع، فقال له ده في جمله عند احمد على فكره تركب على الشكل اللي انت نفسك فيه ده وكده وبتاع، وجت بالطريقه دي. يعني انا اصلا حتى من انت صحيت لقيت تامر بيقول لي على فكره الهضبة خد خلينا نسينا خلاص. ده احلى خبر في الدنيا. يعني بقى انت بقى مش متخيل كمان بقى ايه لما تسمع بقى، يعني هي الفكره ان انت كمان متشوق يعني تسمع الاغنيه بصوته. لما بتيجي تسمع الاغنيه بيجي لك شوك اصلا. طبعا يعني حتى حبيتي قلبي لو تفتكروا لما نزلت في الاول كول تونز وحاجات كده، دخلت انا كده عادي جدا زي اي فان دخلت طبعًا. نزلت كول تونز عشان اسمع حبيتي قلبي طبعا، وسمع بقى صوت عمرو دياب في اللحن التامي. انا مخضوض بجد ان هو يا جماعه صوته بيتحط على الاغنيه بيوديها في حته ثانيه خالص. ده حقيقي يعني كل مطرب بيبقى عنده الحته بتاعته تمام. عمرو دياب يمكن علشان يعني تربينا على صوته عايش جوانا قوي، همس الصوت بيدخل على اللحن بيودي الاغنيه في حته ثانيه خالص. عمرو دياب الهضبه اللي النجوم كلها بتتحول قدامه لفانز. ده حقيقي وشفتها بعيني كتير. طبعا طيب نخش على ايه؟ ايام في بعدنا فاتوا لو سمحت. سامو زين. انا بحب الاغنيه دي قوي والله، هي بتشكر فيك. عايز اقول لك ان الاغنيه دي انا بحبها جدا. يعني من الاغاني الدراما، هي لو ركزت فيها هتلاقيها ان هي من مدرسه البساطه، يعني هي لحن بسيط جدا على فكره، بس هو بيلعب على حته السنس قوي. ايام في بعدنا كنت عاملها لسامو زين على طول ولا انا بصراحه مش حابب اقول هي بس مش حابب اقول بيني وبينك، بس يعني لا عادي على فكره. كل الاساتذه اللي كلموا قبل كده عادي بتبقى الاغنيه ده رزق وقرفه بصراحه. حد وراحت لحد تاني. هي كانت مع الفنان محمد حنائي في الاول. يعني كنا قاعدين مع بعض وسمعتها له وكده واتبسط بيها وكده، وبعدين انت عارف كل ألبوم بيبقى ليه الظروف بتاعته والأجواء بتاعته. فالألبوم ساعتها مش فاكر ساعتها كان ألبوم ايه اللي كان بيعمله، المهم خدوا يعني حتة تانية، فالمهم ايه ما حصلش نصيب في الأغنية بعدين تمام. وكان صديقي سامو زين بيعمل شغال في الألبوم بتاعه وكده، واتكلمنا مع بعض، فقلت له بقول لك يا سامو، انا عايز اجي اسمعك أغنية، و يعني انا عايز اقعد معاك بس 5 دقايق معلش، انا معاك بس اغنيه مهمه قوي همشي. فقال لي يلا تعالى وبتاع، المهم رحت له قعدت معاه فعلا، يعني انا دخلت بالظبط حبايبي بقى سمسم سلمت عليه، قعدنا طول السنه بقى ما فيش وقت، رحت فتح الجيتار وطلع الجيتار بالظبط وقلت له كده والله يا جدع. ايام في بعدنا فاتوا كل واحد عاش حياته، شوف بيت فين انت وانا في بيت وقام الله. طلع سامو طب اسمع الجزء اللي جاي، قال لي لا خلاص تعالى يا عم طب اسمع. هي الاغنيه حلوه بتبان من جميلة. اولها هي كانت حلوه على صوته على فكره جدا و هي كانت برضو كلمات صديقي، طبعا صديق الرحله تامر حسين العالمي، وكانت توزيع الجميل الفنان اللي فعلا بجد انا بحبه جدا، وشايف ان هو من الموزعين المميزين جدا، ما بيعملش اي حاجه كده وخلاص. الموزع تميم طبعا، لانه اضاف له الاغنيه عمل، يعني هو عمل الشكل، يعني حتى الانترو بتاع الجيتار ده اللي كان في خيالي، هو نفذه زي ما هو بالظبط، وجاب حتى على فكره موسيقى الاغنيه دكتور مصطفى اصلان. مش انا اللي مسجلها، في ناس كتير فاكره ان انا مسجلها، لا دكتور مصطفى اصلا، ودكتور مصطفى اصلا كلمني بعدها حتى قال لي بقول لك ايه، انا لعبتها زي ما انت كنت عاملها في الانترو بالظبط بتاع الجايد فاهم. الاغنيه طلعت بحاله كده الحمد لله، يعني دي برده من الاغاني اللي اضافت لي كتير جدا يعني، وبعدها حتى ده شجعنا وخلانا عملنا تعرف انت انا بعدين عملنا اغنيه ثانيه برده دراما في نفس جميله برده. انا بشوف دي كمان من اعظم لا بص يا احمد، رغم ان انت انا لسه كنت بقول بتكلم انا ومينا في الموضوع ده، رغم ان انت مقل كملحن جدا، وده عايزين نعرف سوا دلوقتي حالا بعد اذنك، الا ان كل الحانك ما شاء الله علامات بالظبط.
الحمد لله. بصي اقول لك حاجه يا رجل. انا طول عمري حلم حياتي يعني هو ده اللي انا دايما بسعى وراه، ان انا نفسي اعمل تاريخ. تمام، مش مجرد ان انا ابقى بعمل اغاني بصمات يعني، بصمات عايز اعمل بصمات يعني. عايز يوم لما يعني انا من مدرسه اللي هو ان انا لما ادخل البوم لو هدخل بغنية واحدة بس تعمل بجد بصمة، أحسن ما أدخل مثلا بسبع أغاني ما حدش يفتكرها بعد سنة. فأنا بحب كده الصراحة. حلو جدا، بس برضه محتاجين نسمع كتير، لأن أنت عندك حاجات كتير أوي سمعتني كلها قنابل. والله يا مينا يعني أنا والله يعني بقالي بتاع 4-5 سنين شايف في تطور حصل في المزيكا رهيب. ده مخلي الناس أذواقها اتغيرت شوية، فبقيت كل ما ببعت ألحان لحد بلاقي إن هو بيفكر في اتجاه تاني. فاهم الفكرة؟ لأن هو برضو الناس عايزة تبقى مواكبة تواكب الموضوع. فده خلاني أنا قلت إيه، طب أتقل شوية أتفرج وأسمع وأشوف، ويمكن أشوف يعني اللي هو بمعنى صح أذاكر يعني، مش عيب إن أنا أقول صح مش غلط. لا ففرملت شويه في التلحين وركزت شويه برضو في العزف يعني. كان من طموحي ان انا اثبت نفسي في الاستوديوهات وفي الحفلات والحاجات دي. وقد كان طبعا الحمد لله. بس وبعدين تقريبا بتلعب كمان جيتار مع كل نجوم مصر و يعني غير السولوهات اللي غير السولوهات بتاعتك اللي مسجلها كمان، من الاغاني اللي احنا بنحبها الناجحه يعني، والهضبه طبعا الدنيا. يعني الهضبه وسولوهات الراديو كمان على فكره 90 وسولوهات الراديو 90 لا خليني بقى افتن بقى هي مش بس صلوهات حضرتك، ده في مغني كده غنيه والله العظيم انا اول واحده قفشتني انت لا برضه صوتك كويس. انا بحبه قوي. طب ممكن معلش 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 يا احمد، ممكن تغني التتر ده عشان بحبه قوي؟ والله انا بحبه جدا، بس انا خايف الخبط الكلام. مش مشكله لا يعني ما تقلقش هحكي لك. بس انت عملتي ايه معايا بالظبط؟ انا لقيت رنا بتكلمني وهي في العربيه شغاله الراديو، واول ما رديت ولا يا رنوش هي بتقول لي ارى لعب هذا اليوم تفرقوا وتماني نادي في دل. قفشت وعرفت ان هو انت صح عرفت لا صوتك مميز يا محمد كده كده حبيبي يا دين حبيبي. قول لنا حته منه. والله العظيم ما فاكر. طيب عايز تغني لنا ايه؟ لازم تغني. بتقلد حلو جدا كمان، ممكن حته على البوم التقريب ده. حته محدش هيزعل والله. على فكره احمد حسين كمان كان مغني حاجه تانية. باللي الاسرار بتفتكرها صح؟ ايوه عندنا الدنيا جنجل بتاع بالليل دي. ايوه جميله. طب هتقلد لنا مين قبل ما تقفل؟ لازم برضو انت برضو انت مطمن. بقول لك ايه، محمد عدويه حبيبنا كده كده، حماده بيحب وبيحبك جدا يعني كل مره. اصل انت بتغني انت مش بتتريق يعني. يا جماعه كتير قوي عند احمد حسين، هو مخبيها على الناس يعني. هو مش بس الراجل بيلحن وبيعزف، هو بيغني وبيقلد. يلا حته محمد عدويه سبع ليالي. يلا محمد عدويه سبع ليالي. صديق مقرب ليا وعلاقه جميله جدا، اخ والله بيتبسط جدا لما تغني على فكره والله العظيم. وبالمناسبه انا اشتغلت مع محمد عدويه لايف 4 سنين كمان، ودي يمكن من الحاجات اللي اثرت فيا. ايوه عشان كده. يلا سمعنا حته سبع ليالي. حل له حاجات وكده، بس يعني ما تخلوش يزعل مني بقى. مش هيزعل عمره. مش هيزعل والله. هو ما يعرفش ان انا بقلبه. لا لا قبل كده. حلوه ده هو يعرف. في السنه اللي قبل اللي فاتت لما جيت وصورت ستوري وبتاع ونزلنا، لا هو عارف، هو عادي عارف ومبسوط. سلمتني على طول. طيب اقول لك حاجه. انت قلت لي ايه؟ سبع ليالي في بعضنا. يلا. طيب. فوق بقى، من فوق. من فوق يا بابا. احلى غسيل. يلا استنى يا استنى. طيب يلا 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 هتيجي اهي هتيجي اهي. طب نقي اغنيه. طيب لا هي سبع ليالي حلوه يا ابني، بتقولها حلو والله. يلا سبع ليالي بعدنا وكان فات مليون سنة. غالي قلب انكوى بنار الهوى، والله الباب غير كتير حالي، والله ما تقدر تنساني يا غرامي.
يا غرامي سحب على ليالي فاضنا وكان نفاس مليون سنة. كفاية يا عم. هايل. نورتنا جدا، نورتنا جدا، وبسطنا جدا من المكالمة دي يا محمد. نورتنا جدا احمد حسين، ومش عايزين نتكلم عن لو محمد العدوية زعل. لا مش هيزعل، لا والله، لا والله ما هيزعل، والله ما هيزعل حبيبي، لا خالص. والنبي عشان انا الراجل ده بحبه، ما ينفعش كلنا بنحبه، ما تخافش حماده مش هيزعل. نورتنا يا ابو حميد، ومستنيين منك المزيد من الالحان والتالق. يلا سعيد بقى، انا غاز انا عايز اشوفه اصلا يعني. يلا باشا عندك. يلا وبعد يلا بينا. اسم الكلام لمين يا سامر ابو طالب؟ هو سامر سامعك دلوقتي حالا حبيب قلبي، العريس عشان هو من الناس الغاليه يعني على قلبي، ومن ملحنين قوي قوي، ومن الاصوات اللي انا بحبها جدا جدا، وراجل زملكاوي كمان، فيعني كل حاجه زي الفل. يلا احنا مستنيينك تجي لنا زياره. ماشي يلا بينا ان شاء الله. حبيبي ابو حميد نورتنا يا غالي. حبيبي انا اتبسطت جدا جدا معاكم، وحبيبي ربنا يخليك. ربنا يخليك يا حميد، نورتنا يا حبيبي. كان معانا ملحن والصوت الجميل طبعا، والجيتاريست الجميل احمد حسين. نروح نسمع عن القاهره ونيلها.